عادل. هي يلا ارقص ارقص. هي يا ميلا، هي يا ميلا، هي يا ميلا، هي. غمض عينك غمض عينك. افتح عينك. ايه ده؟ ما تنسوش تعملوا لي فولو على اكاونت الانستجرام الجديد بتاعي، هستناكم هناك عشان تشوفوا كل حاجه، بنزل كل حاجه يوم بيوم. فولو فولو فولو. جايبه بالونه رقم واحد وهو هيكمل 5 سنين. اول مشوار من مشاوير عيد ميلاد عادل هو ان انا اروح اجيب الزينه والرقم، عايزه اجيب له رقم 5، وعايزه كمان اجيب الاطباق بتاعت الحفله، هجيب اطباق بلاستيك وشوك ومعالق وكوبايات بلاستيك وكل حاجه. وكمان وصيت على التورته خلاص، وصيت عليها اونلاين فهتجيلي بكره ان شاء الله على البيت. وبس هي تورته سيمبل جدا، عليها صورته وبس، ما حبيتش ان انا اعمل حاجه او ماي جاد يعني، لان مفيش ناس كتير جايين، كلهم قرايبنا واصحابنا وحفله صغنونه على الضيق. رحت جبت هدية لعادل، متأكدة ان هو هيفرح بيها جدا جدا لانه من زمان قوي كان نفسه فيها، وهوريها لكم ان شاء الله في العيد ميلاد عشان يكون هو اول واحد شايفها. النهاردة اليوم التاني يا جماعة. على فكرة عايزة اقول لكم، انا مبارح مت على نفسي من الضحك. انا بجد مبارح عملت حاجة غبية جدا جدا، اغبى حاجة ممكن حد يعملها. انا امبارح جبت الرقم، المفروض عادل هيكمل 5 سنين، المفروض اجيب له بالونه رقم 5. بعد ما روحت وجبت البالونه اكتشفت ان انا جايبه ايه. بصوا ايه ده، حد يقول لي ايه ده؟ دي بالونه رقم 1. ازاي جايبه بالونه رقم 1 وهو هيكمل 5 سنين؟ بجد يعني ده غباء ولا ده ذكاء؟ سامر بيقول لي ان انا حافظه مش فاهمه، فعلا حافظه مش فاهمه، عشان اخر عيد ميلاد كان عيد ميلاد ميلا وكانت مكمله سنه، فانا اتلخبطت وقلت الراجل انا عايزه بالونه رقم 1، وانا بقول له بالونه رقم 1 ما خدتش بالي. المهم سامر نزل راح جاب دي، بصوا جاب بالونه رقم 5 سامر، والحمد لله تمام. وهو لزقنا الزينة دي هتبقى الباك جراوند بتاعتنا واحنا واقفين هنا، وبس شوية بقى ونتغدى وبعدين بقى نبدأ نلبس ونظبط الدنيا والناس تيجي وكده. بس عادل عنده تمرين النهاردة، مش عايزة اغيبه خالص من التمرين، فهوديه التمرين ونيجي ان شاء الله بعدين نلبس بقى. birthday boy. بص سامر بيلزق الزينة دي زي ستارة كده، اتنين جبناهم جنب بعض وبنلزق بقى هابي بيرثداي، حاجات بسيطة كده. بصوا طلبنا ايه، طلبنا ماك. قررنا ان احنا ناكل من برا النهاردة عشان عيد ميلاد عادل. رايحين فين دلوقتي؟ رايحين فين دلوقتي؟ هتحلق شعرك؟ عادل ما بيحبش يحلق شعره خالص، بس انا رايحه دلوقتي اظبط له يعني شعره، مش هشيله قوي. رايحين نحلق. بصوا يا جماعه مش عايز يحلق، ما تخافش. ايوه قربنا نخلص اهو. بصوا بدا يعيط اهو. بص وريني كده شكلك بقى عامل ازاي. شكله حلو جدا. بعد ما رجعنا من بره وعادل حلق، رجعنا اتغدينا وسامر خد عادل وراحوا التمرين، ولسه داخلين. عادل بقى دخل جوه ياخد شاور دلوقتي، وبعد كده يطلع يلبس الكوستيم بتاعه اللي هو هيبقى باظ يطير، ونبدا بقى الحفله. بعد شويه بقى الناس تبدا تيجي وكده. وقلبك حبيبي حبيبي، وكل سنه وانت طيب يا عادل. وده الاوتفيت بتاعي يا جماعه. هي فتحي. بصوا ميلا لابسه الساحره الشريره،
لا ده بتاع مين؟ ده بتاعك؟ بتاع ميلا. ده ميلا. ده المفروض ميلا تبقى لابسه ده. ساحرة طيبة. هي هي يا ميلا، هي يا ميلا، هي يا ميلا، هي. عيد ميلاد مين النهاردة؟ عيد ميلاد مين؟ أنا. يلا قول كل سنة وأنا طيب. كل سنة وأنا طيب. قبل مليون سنة. حب وسعادة وهنا. أنا بحبك أوي. عادل. هي 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 هي. يلا أرقص أرقص. يلا اعمل كده. عادل ايه ده؟ حلوة قوي الرقصة دي. عادل تعال اوريك التورتة بتاعتك. دي التورتة بتاعت عادل اهي، وهنا هدايا عادل. عادل نور. هلو. قولي حاجة للفانز. بحبوك قوي. ميرسي على التورتة اللي انت جبتيها والتورتة اللي سما جابتها. ميرسي سمسومة. ميرسي. قاعد بيتفرج على اللعب بتاعته كلها، مش مصدق نفسه يلعب باللعب دي كلها امتى. ميلا طبعا غيرانة من عادل صح؟ كندا ايه الاخبار؟ عبد الرحمن قول هاي. عايزه اقول لكم ان سامر جاب هديه لعادل كان نفسه فيها من زمان جدا، بس عادل لحد دلوقتي ما شافهاش. متحمسه قوي اشوف وشه لما يشوف، يعني رد فعله هيبقى ايه لما يشوف اللعبه دي. سامر وري له اللعبه اللي انت جبتها له بقى. عادل قوم وقف. غمض عينك، غمض عينك، غمض عينك، افتح عينك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عايزة اعبيها. بص بتدوس عليه هنا ولما تعمل عليه كده بتقوم مطفوح. حلوة؟ رنا انتي بتعملي ايه؟ بصوا مين جاي يا جماعة. هاي. هاي. نورتيني. ميادة. تنزل مصر عايز حصني ولا لا يا نورهان؟ ايه؟ بصوا مين جاي يا جماعة. اعملي حاجة. اعملي ايه ده طيب؟ اعملي اعملي ايه؟ قولي كلمة للفن. انا مسبور نورهان جدا. الاطفال دخلوا يلعبوا في اوضه عادل بعد العيد ميلاد، انتوا مش متخيلين. مش بس هنا، الدنيا هنا كمان متبهدله، وهنا والمطبخ فوق بعضه قايم قاعد. بصوا ظبطت الدنيا وعادل نايم اهو. بصوا هنا كمان خلاص خلصت رتبت الدنيا. بصوا المطبخ بقى نظيف. بصوا الدنيا بقت نظيفة وانا غيرت اصلا من بدري، من وانا صحابي هنا لسه برضو غيرت. عايزة اقول لكم ان انا تعبت جدا في تنظيف البيت، انتوا مش متخيلين المنظر بعد العيد ميلاد كأن كان في معركة مثلا قايمة، وفي كل الاوض مش بس اوضة واحدة، كل الاطفال انتشروا واللعب انتشرت في كل حتة والالعاب كلها الجديدة عادل فتحها وبهدل الدنيا. بس الحمد لله انا مقدرش انام والبيت مش نظيف، مقدرش اخلي الحاجة لتاني يوم الصبح، اضطريت ان انا اعمل كل حاجة دلوقتي بالليل. بس كده عايزاكم بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب لو مش عاملين سبسكرايب، وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان تعرفوا تشوفوني تاني. ما تنسوش تعملوا لي فولو على اكاونت الانستجرام الجديد بتاعي، هستناكم هناك عشان تشوفوا كل حاجة، بنزل كل حاجة يوم بيوم. فولو فولو فولو. اشوفكم امتى؟ اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.